يا اخي لسه بستغرب، في لسه ناس بتلعب تمارين التراي كيبل بالطريقه هاي. هيك انت قاعد عم بتشغل ربع التراي تاعتك علشان فعلا تستفيد منه التمرين هذا. بدك تميل جسمك لقدام من دون ما تقوز ظهرك، قدم شوي كوعك لقدام وانزل للاخر واطلع للاخر، ما تطلعليش لحد 90 درجه. مش عارف مين اللي فتح لي اياها انه بس اطلع 90 درجه، لا اطلع للاخر. ما تقعد تحرك لي قبضه ايدك زي هيك وانت طالع وانت نازل، مش تمرين زنود هذا. خلي قبضه ايدك ثابته وانت طالع وانت نازل، واهم شيء ما تحط وزن ثقيل عليك وتقعد تضغط بالبار ضغط، مش تمرين ضغط هذا، تمرين اكستنشن هذا تمديد، وكوعك يضل ثابت مكانه. طبعا معظم تمارين الكوابل سواء واسع ضيق في حبل كلها بتركز على الراس الخارجي للتراي اللي هو بنسميه الموزه، اما الراس الداخلي اللي هو حجمه اكبر هذا حمله ان شاء الله فيديو ثاني لحاله. ثلثين حجم الايد مكون من التراي، نعم اكبر من الباي وبكثير، ومن اسمه تراي يعني ثلاثه مكونه من ثلاث روس. اليوم حنركز على الراس الطويل اللي بسموه اللونج هيد. الراس الطويل هو اكبر راس حجما، وللاسف كثير ناس بتهمل التمارين تبعته وما بتلعبها او بتبدلها بتمارين ثانيه. ما التمارين هذول للتراي ما فرقت، لا فرقت. اذا بتركز على تمارين الراس الطويل وبتعطيها حقها حجم ايدك كله بكبر وبتصير كانها منفوخه نفخ او ملظلظه، بس منفوخه عضلات طبعا. خلينا نشوف مع بعض كم من تمرين للراس الطويل انا شخصيا بلعبهم. ملاحظة مهمة، التمارين هاي ما تبلش فيها أول تمرين للتراي لأنها بتحط حمل كبير على مفصل الكوع، فحمي بالأول بتمرين كيبل بعديها خش على التمرين هاي.